انا مشكلتي يعني طويله شويه. كان من زمان اول ما اتجوزت حصل معايا ما استعش، وبفضل الله بفضل الله وبقدرته ان الدنيا الحمد لله يعني التزمت، ابتديت اقول اذكار واستعنت بالله وحده سبحانه وتعالى، الحمد لله خلص. الكلام ده طيب من حوالي 4 سنين، تمام. طيب ماشي اوكي. كان بيجي لي يعني يكلمني، واخر فتره قبل ما يختفي خالص كان ظهر قدامي وكلمني كبشر عادي، بس الحمد لله ما بيبقاش فيه اي عوارض اللي هي حاجات طب الوحشه يعني. انت شفتي بشر حقيقي في الشقة، ولا شفتي شفته بشر في صحاني الشارع؟ في الشارع ولا في في البيت، الحلم؟ في البيت في البيت وانت صاحية؟ وانا هو انا كنت نايمه وعيني فتحت لوحديها. كان بيجي لي بقاله فتره كبيره في الحلم على طول واحد ماشي جنبي، انا ما كنتش عارفه اي حاجه عن الكلام ده، كنت عادي اول حلم لغايه ما ظهر لي لقيت عيني فتحت بيقول لي جوزك جه، وكان جوزي بيشتغل بالليل. ف يعني انا فاكره ان انا بحلم، بس لقيت نفسي صاحيه، انا مفتحه وصاحيه وقعدت على اساس ان انا بحلم، لقيت نفسي انا صاحيه وجوزي فعلا كان جه. قال لي قومي افتحي له، فتحت له لقيت فعلا جه. المهم يعني ان انا الحمد لله ربنا قواني ونصرني عليه، والحمد لله مشي مبقاش يجي لي خالص، والدنيا استقرت والحياه الزوجيه الحمد تمام. لله. جالي الفتره دي بفضل الله الحمد لله، جالي في الحلم ان جوزي بتشنج وحاجات كده، وجايه بلحقه لقيته واقع في الارض في الحلم، فانا بلحق جوزي لقيته هو ظهر قدامي قال لي انا رجعت والمره دي مفيش مش همشي تاني، وقدام مني 3 اطفال بيقول لي ان دول ولاده، ان انا رجعت ودول ولادي، وبرغم كده انا برضو رجعت وحاجات غريبه كده. وبعديها حلمت ان انا برجع شعر كتير، بس ترجعي صحيت قبل شعر شعر كتير، وانا بسحب الشعر ووالدتي عماله تقول لي اسحبيه كله ما تخليش شعر في بطنك، انا حاسه ان الشعر بيخرج من بطني، بس صحيت قبل ما يخلص الشعر. فاستعنت بالله وقعدت اقرا قران على ميه واشرب ميه بقران، وصليت ركعتين قضاء حاجه، وقلت يعني ودعيت ربنا قلت يا رب انا بحارب حد انا مش شايفاه، يا رب انت خلقته وخلقتني وشايفه وشايفني تنصرني عليه. ونمت بين النوم والصحيان شفت 2 مش واحد، شفت 2 هيئه كده مخيفه جدا، بس شايفاهم زي ما يكون انا من فوق وهم تحت، الاتنين عمالين يتخانقوا مع بعض، ده ما بين النوم والصحيان يعني. انا كنت اللي هو انا مدركه باللي حواليا، بس ما بين نوم وصحيان شفت 2 وبيتخانقوا مع بعض، وواحد قليل كده والتاني ضخم قوي، القليل بيزعق للضخم بيقول له ازاي سبتها تعمل كده بعد ما قرات الرقيه وشربت ميه وصليت قضاء حاجه. والاتنين دول للاسف قبل واحد راجل بشر انا شفتهم بيشتكوا مني، بس ما قالوا حاجه عني، بس انا ما عرفتش هي ايه اللي اتقالت. والفتره دي انا حياتي بمعنى الكلمه مقلوبه، امراض جسمي عماله اعيا، خشونه في المفاصل، قطع غضروف ركبه، حاجات غريبه. انا ما فيش حاجات من دي بتحصل معايا، انا كنت كويسه جدا، اعصابي بقت تعبانه، مش مستحمله اولادي ولا مستحمله منهم كلام، مش عارفه يعني. انا بتك على نفسي ان انا مسيطر على نفسي، بس معنيه جوايا. وتابعت مع راقي يعني، قعد قرأ عليا 2 3 قال لي انت ما عندكيش حاجه، انت اللي عندك جن طاير بس طاير، فانا هقرأ عليكي مهما اقرأ ما فيش حاجه بتحصل معاكي. بس انا فعلا حاسه ان انا تعبانه ونفسيتي تعبانه يعني، حتى تمام. ده مأثر على اولادي. الراقي ده منين اساسا؟ يعني عندكم من البلد مثلا او من المدينه لا بتاعتك؟ لا هو من هنا من القاهره، ويعني بصراحة كان بيسألني أسئلة كده محرجة شوية يعني، ما بقتش حابة إن أنا علينا علينا. أوصل. اول حاجه يا اختي الكريمه، الراقي ده كنت بتتواصل معاه عن طريق النت صح؟ لا لا هو أنا عارفة مكانه يعني، ورحت أنا وزوجي البيت عنده، تمام. بس هو يعني كان بيسأل ويلاقيني مش مستجابة معاه في الأسئلة بتاعته، فيعني اللي هو لا، هو يعني موضوعهم يعني ألف زائد ألف بيساوي ب، وب زائد ب يساوي ت، تمام. أما تمام. بالنسبة أول حاجة، يعني أنت إنسانة إن شاء الرحمن نحسبك على خير، نحسبك مؤمنة. يا رب. أنت دلوقتي في صراع مع إبليس، حلو الكلام، وأنت سايقة عربية، في حد بيحاول إن هو ياخد منك دركسيون العربية، لو خده هيعمل إيه؟ هيعمل حادث. طب لو أكيد. عمل حادث هتبص تلاقي إن أمورك كلها مقلوبة رأسا على عقب. أنا مش عايز ان يحصل معايا حادث، ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، اول شيء ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما سالتيش نفسك السؤال ده، هو ليه احنا ما بنشوفش الشياطين، او الشيطان مثلا
يعني انا هو مسألة ليه احنا ما بنشوفش الشياطين، ففي ناس شافتهم، بس ليه الشيطان ما يقدرش ان هو يتمثل في صورة حد ويقعد قدامك؟ عبد الله، ليه الشيطان ما يقدرش يتمثل بصورة حد ويقعد قدامك؟ لانه لو تمثل بصورة حد وقعد قدامك اكيد انت ممكن تضربيه فيموت. فعشان كده الشيطان ضعيف، وده اللي اوضحه الله جل وعلا، فقاتل اولياء الشيطان ان كد الشيطان كان ضعيفا. بالنسبه لموضوع الالام اللي موجوده عندك في جسمك، هتعدها لي كلها دلوقتي. ايه الالام اللي بتعاني منها؟ عندك الام في الركب صح؟ بعاني هو انا بحس ان الضلوع بتاعتي بتقفل على الرئه، لدرجه ان انا عشان اعرف اخد نفسي باخد نفس كبير كده واكتمه، بحس بطرقعه من ظهري من ورا والقفص صدري. وعملت حجامه، بحس ان في يعني في الفتره الاخيره دي انا بحس ان عيني يعني هي اللي مش مسيطر عليها، بحس ان عيني بتروح ناحيه حاجه انا حاسه ان انا هشيل منها ذنب، انا بغضها بس فجاه يعني بحاول ان انا اسيطر على نفسي. بس عملت حجامه بين الجبهه هنا بين الحاجب، كانت عماله بقى صداع جامد بعديها، وبقت تنبض بقى نبض كده شديد، ولما اجي اصلي بحس ان في صليب او حاجه بتترسم على قرصي، بس ببص في المرايه اول ما اخلص صلاه ما بشوفهاش، مش موجوده بس حاساها تحت الجلد. يعني دي اكتر حاجه برضو مضايقاني. طيب حلو قوي، يعني انت بتشوف ان فيه صليب بيترشم؟ ما بشوفهاش، انا بحسها وانا بسجد. بحس ان في صليب بيترشم هنا. ايوه. طيب اذا نفتكر، بص عندي في الجبهه هنا. نعم، بص عندي في الجبهه هنا، بص على الجبهه بتاعتي. طيب بالنسبه للجبهه بتاعتي دي، بص فيها وقولي بسم الله. بسم الله. في اللحظه اللي انت بتبص فيها حصلت كهرباء في الجبهه عندك صح؟ طيب حلو قوي، بص في الجبهه بتاعتي كمان وقولي بسم الله كمان مره. بسم الله. بتحس ان في حاجه كده نفس الحركه اللي بتحصل معاك في الصلاه، كان حركه بتحصل عكسها صح؟ ايوه فعلا. يعني مثلا انا لو بيترسم الصليب بيترسم كده الخط الاول وكده الخط الثاني، لحتبص تلاقي هنا بيبدا خط كده وبيبدا خط ثاني كده، يعني كان حاجه بتتمسح من قرطك، او بمعنى صح كان حد كتب حاجه وبيمسحها في جبهتك الان باستيكه صح؟ فعلا صح. طيب خلاص، حتى انا ابلع على عيني شويه. ما عليك بقى، غمض عينك يا استاذه وركزي معايا لو سمحتي. حاضر. كل حد يعني سبحان الله يا شباب، اني عايز اقول على حاجه، جميع الشياطين اللي بتتعرض بالاذى للمسلمين ما هم الشياطين مسلمه، او بمعنى صح هم شياطين مشركين، الههم غير الاله اللي انت بتعبده، انت بتعبد الله لكن هم بيعبدوا ابليس. وعشان نتخلص من الشياطين اللي بتعبد ابليس، تمام، زي مثلا الثلاثه اللي موجودين دولت، فاحنا هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عبد الله، عبد الله، فاديله بوكسومات عشان يسكت. فانا هنقول حسبي الله ونعم الوكيل، تمام؟ قولي في سرك يا اختي الكريمه حسبي الله ونعم الوكيل. افتحي عينك مره ثانيه. شايفه ايدي دي؟ تعرفي تعملي ايدك كده؟ اعملي ايدك كده، وريني ايدك كده. طيب اطبقي صوابعك كده، حط الصبع ده فوقهم كده. بص على صبعك السبابة، هتلاقيه مش ثابت، بيتحرك عندك، بيترعش. طيب، وعند التشهد بيعمل كده. طيب ثبت صبعك. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أن أنت بتنفي إن مفيش إله، تقولي أشهد أن لا، ألا، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. آمنت بالله وحده. آمنت بالله وحده. كفرت بالجبت والطاغوت. وكفرت بالجبت والطاغوت. واعتصمت بالحي الذي لا يموت. واعتصمت بالحي الذي لا يموت. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس غمض عينك بقى وركز معايا. 5 دقايق بالضبط إن شاء الله، من 10 دقايق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم وادعوا من دون الله من استطعتم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نجي لو أنتم لكلمة سواء
ناتي لكلمة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا، اشهدوا، اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، كلكم تشهدوا أننا مسلمة، اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لو حتأمنوا وتخرجوا من الجسد ادوا شارة الآن اللي أنا أقول لكم عليها. أستاذة حصل نفضة في جسمك ورجلك اليسار نملت وحصل فيها رجة ولا لا؟ حسن زي ما يكون حاجة تقيلة عملت دق على كتافي نازلة على ظهري وجعلي ظهري جامد. طيب هي الشمال دي الشمال وجعيني وفي نفضة في رجلي الاثنين بردانين. طيب رجلك حصل فيها رجة ولا لا؟ لا بس هو في ساعة جامدة. طيب اوكي ما تخافيش الساعة دي ما تخافيش حولك وش تفسرها غمض عينك لو سمحتي. اللهم اشف فمك تنكع عدوك وتصلي لك. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دقيقة هتبصي تلاقي إن في هواء بارد بيحوطك من كل اتجاه مش في رجلك بس صحيح؟ شفت كده لما يكون مثلا مغناطيس ماسكاه وبتضميه لبعضه هتبص تلاقي في حاجة كده إيه كأنها بتجذب جسمك كده وفي حاجات كده يعني هواء كده يعني كأن هواء طفيف كأنه شايل جسمك في برودة صح؟ اه طيب غمض عينك بقى وركز معايا. أعوذ بالله من قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره
ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون بسم الله يا أستاذة سمعني طيب قولي بسم الله ومحركي ركبك حتدوس تلاقي فيها طقط وحركي جسمك حتدوس تلاقي كله خفيف زي الريشة خلي الموبايل عادي وروحي اتحركي وحركي جسمك بسم الله تركي الموبايل وحركي جسمك يا أستاذة وتعالي يا شباب كل الناس اللي بتسمعني كده تدوس بسم الله وتدوس لايك الركية ديت هتنزل في اليوتيوب وهتنزل على الفيسبوك عايزكم تكرروها وتسمعوها فهي آيات خاصة بإهلاك الجن النصراني أو الجن الكافر بمعنى صح يا أستاذة جسمك ما فيهوش أي ألم نهائيا ولا في أي تعب نهائيا صحيح؟ الحمد لله بس هي ربا بس اللي وجعاني دي هي بس اللي وجعاني شوية اللي هي قولي بسم يعني الله هي بسم قولي بسم الله, الله. بسم الله عارفه الركبه دي هتبص تلاقي الان ان فيها نبض حصل فيها نبض الان هو زي تنميل تمام التنميل ده ان شاء الله الرحمن هتحول لنبض وباذن الله هتحول هواء بارد الان يخش فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين حرك رجلك الآن مش هتلاقي ألم في الركبة إن شاء الله راح الألم هو في طرقعة في الركبة من فوق طبيعي إن هي الطرقعة قومي مش عليها الطرقعة إن ركبتك كانت ممسوكة اه الحمد لله بكنيها كويسة اه امشي 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 هتلاقي ركبك بتطرقع كلها بسم الله الاماكن اللي ما كنتيش بتعرف تحركيها اضغطي عليها هتلاقي برضو بيحصل فيها طرقه او طرقعه تمام يا استاذ طرقعت الحمد لله الحمد لله خلاص كده انت العقد اللي عندك فكت ان شاء الله الرحمن الحمد لله ربنا يجزيك خير انت انسانه مؤمنه اللهم امين صلى صلاه الفجر قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس وسبحي ربنا سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار وأطراف الليل وفي و و و و و في جميع الأوقات كل شوية خذ لك 100 تسبيحة وتنزيه لله جل وعلا لأن الجن اللي الجن اللي كان مسيطر عليك هذا إن شاء الله الرحمن يكونوا خلاص راحوا أذلهم الله عنك هو جن مشرك فسبحان الله أنت بتنزه الله بتنزه الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له معناته أنك أنت بتوحد الله فالتنزيه والتوحيد عبارة عن نار وصواعق تنزل على هؤلاء المشركين خلاص كده انت ما راح تعاني من اي شيء مرة ثانية واذا صار اي شيء هذا الرقية تلقيها في اليوتيوب نزلة راح تخش تسمعها مرة ثانية وانت مغمضة في اي وقت جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير ربنا يجعل في ميزان حسناتك مع السلامة مع السلامة بارك الله.